سيد مقتدى الصدر عنده تأثير كبير. الرجل التقى بالمنتخب، اللقاء مالته غطى على كل الأخبار السياسية، زار الإمام علي، الزيارة مالته غطت على كل الأخبار السياسية. هو رجل مؤثر، أي. وتيار أيضا تيار كبير وفاعل في الأمة. يعني التيار الصدري من أقوى التيارات السياسية العقائدية، صلاة الجمعة مالتهم تطلع آلاف مؤلفة في كل المحافظات العراقية، وكان عنده 73 مقعد وعنده منهج. الرجل هذا اللي أنا أحترمه، أحترم الوضوح. يعني إحنا كان بإمكاننا نبقى في منطقة المنتصف، منطقة الرمادية، والجماعة قوى السلطة نكون قريبين ونجاملهم بكم كلمة، والآخرين المعارضين الصدر هم نجامله بكم كلمة. هذا منطقة رمادية ما تليق. الصدر إجا قال يابا لو أغلبية وحكومة لا شرقية ولا غربية، لو ما أبقى قالوا لم يصير الأغلبية لو شي يصير خلاص نروح للتوافقية. قالهم إذا تروحوا للتوافقية يعني في مال لا طلع. هذا المنهج، منهج الوضوح والإصرار على المبدأ اللي أنت ترسبه لنفسك وتكمل به إلى نهاية الطريق، مو نص الطريق وقلت ها والله هذا المنهج خطأ خلي أدير وجهي، أي. لا، تكمل إلى نهاية الطريق، هذا يحترم. طلع، وأنا أقول هو ما اعتزل، هو ما يعني ما مارس الاعتزال السياسي، هو مارس الاعتكاف السياسي. لا يمكن بحال من الأحوال أن التيار الصدري يبقى بعيد عن المشهد السياسي إلى فترة طويلة. سيعود التيار الصدري للمشهد السياسي، وسيعود السيد مقتدى الصدر، ووجوده ضرورة. يعني مصلحة الشعب الآن أو جزء من تحقيق مصالح الشعب الآن في أن يكون هنالك مشروع سياسي لمعارضة سياسية بناءة. هل من المصلحة المعارضة، أنتم الآن كقوى معارضة، أن تشكلوا وفدا من القوى المعارضة التي تتفق بمنهجها وعقيدتها السياسية وتذهب إلى سيد مقتدى الصدر لتنضيج مشروع معارضة قادم يكون أكثر قوة وتأثير وبخطوات مدروسة أن تصنعوا مظلة جديدة؟ هل يمكن لهذا أن يحصل؟ والله أنا شخصيا يعني مستعد يعني تقديم مشروع كامل للمعارضة السياسية وعرضه والذهاب للحنانة وتقديمها للسيد مقتدى الصدر أو للقوى السياسية الراغبة. يعني السيد الصدر كما قلت إلى كل الاحترام والتقدير، وهو فاعل أساسي كبير وتيار أيضا كبير، ويمارس دور إصلاحي مهم على الأقل يعني منذ الانسحاب من الانتخابات ولحد هذه اللحظة. والرجل دائما ما كان تيار شيء وهو شيء آخر، يعني أقصد القوى السياسية الممثلة لتيار سائرون أو غيرها وهو شيء آخر. هو يحاول حتى أن يسقط الأحكام مالته حتى على القوى الممثلة إليه، يعني لا يستثنيهم من الحساب ولا يستثنيهم من العقاب. ففي الحقيقة ليس هناك مانع من أن نذهب للسيد مقتدى الصدر وللقائه، ولكن تقدير هذا الأمر وتقدير اللقاء بالشخصيات الأخرى التي ترغب بأن تزور السيد مقتدى الصدر وتعرض مشروع للمعارضة أيضا معروض ومتروك للقوى الراغبة وكذلك لسماحة السيد، هل ظرفه يسمح أو ما يسمح. ولكن في كل حال من الأحوال وجود التيار الصدري في قيادة هذا المشروع هو وجود مهم. ولذلك احنا هذه على الهواء مباشرة، ها نعرف سماحة السيد يتابع هذا البرنامج أو يقدم له، المهم نوجه هذه الدعوة باسمكم لزيارة السيد مقتدى الصدر لتنضيج هذا المشروع. الآن دعوة على الهواء مباشرة، أنتم متفقين على هذا؟ نعم، أنا على قلب جانبي إحنا متفقين ونؤيد هذه الدعوة ونلتقي ونسعد بلقاء السيد مقتدى الصدر.